السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم فيديو جديد وتحضيرات من نوع آخر تحضيرات اللي غادي تنفعكم بزاف بزاف خصوصا في عيد الأضحى وحنا على أبواب عيد الأضحى وكذلك على أبواب الصيف وكيكثروا المناسبات وكيكثروا حتى الضياف غادي نشارك معكم تحضيرات اللي غادي تنفعكم بزاف في الأطباق المرافقة والسلطات الدافئة اللي غادي تسهل عليكم الوقفة وغادي تحضروهم يعني في واحد الوقت اللي هو قياسي وتحضروهم في جناب الطبلة نشارك معكم اليوم طريقة ديال التصبير ديال الدنجال الدنجال مشرمل وكذلك الدنجال مشوي اللي تلقاوه واجد غير جبدوه وحضروا به السلطه اللي تفضلوها كذلك بعض انواع الخضر اللي كنستخدموهم هكا بزاف في السلطات فان شاء الله غادي نشارك معكم طرق اللي هي سهله بزاف وكيف ما لكم غادي تنفعكم فما نطولش عليكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير فعلى بركه الله غادي نبدا معكم انا هنايا بالدنجال المشرمل بالنسبه للدنجال المشرمل كيف كتعرفوا كنحتاجوا ليه الدنجال اللي كيكون صغير تاخذوه جديد هكا وطري من الافضل تغسلوه مزيان وغادي طيروا ليه هذاك الراس كيف كتشوفوا شويه من هذيك النباته تقادو ليه الشكل ديالو بهذا الشكل صافي والحبه كتقسموها يا اما هكا على جوج يا اما على اربعه وبطبيعه الحال راه غير كنفلحوها ماشي كنقسموها كنوصلوها هكا للراس وصافي صافي انا خديت واحد الكميه تقريبا عندي هنا واحد الكيلو ونص ولا اكثر بطبيعه الحال على حساب نتوما داك الشيء اللي بغيته انا راه غير القريعات اللي ما بقاوش ليا فصايبت معكم غير كميات هكا باش نشاركهم معكم فكناخد الدنجال وكنستفو هكا حاولوا ما امكن ما يكونش وحده فوق وحده يكونوا هكا مايلين ولا واقفين على حساب الكميه اللي عندكم طيب الحال غير ما تكونش هكا وحده فوق من وحده باش ما يتلبزوش لكم ويتخسر لهم الشكل ديالهم كنغطيهم وكنديرهم حتى كيتبخروا بالنسبه للتبخر فما غاديش ياخذ معكم وقت طويل تقريبا واحد 15 20 دقيقه هو الدنجال هانتوما كيف كتشوفوه مبخر اه طيب ولكن في نفس الوقت كيبقى قابط راسه ماشي داك الدنجال اللي تيكون هاري صافي تبخر حتى هرق كنوجد ليه شرموله اللي فيها خليط ديال القزبر مع المعدنوس الملحه البزار كمون تحميره ثومه محكوكه وعندي القزبر يابس وكذلك عندي شويه الهريسه ضفت كذلك هنا واحد نص كاس ديال الخل مع شويه ديال زيت الزيتون زيت تقريبا كذلك واحد نص كاس ديال زيت الزيتون زيت صافي كنخلط شرموله عادي شرموله اللي موالفين كنديرو عاده كاين اللي كيدير فيها شويه ديال الحامض مصير، الا كنتو هكا غادي تستهلكوه في يعني غير قريب قريب شخصيا لاني ما غاديش ن... ما بغيتش ن... بغيت نخليه مده اطول فما درتش فيه الحامض مصير والخل كذلك تيبقى الخل من الافضل انكم ديروه هكا في الشرموله ديال الدنجال مشرمل حسن من الح... العصير ديال الحامض واللي غادي يستهلكوا قريب قريب فيدير العصير ديال الحامض الا كيعجبو صافي هنايا يعني من بعد ما شرملت عفوا من بعد ما خلطت شرموله ديالي غادي ناخذ الدنجال كيف كتلاحظوا غادي نحاول ندخل الشرموله هكا في الفلحات مزيان حتى الفوق يعني باش كيتشرب لينا ديك التتبيله صافي وندوزو هكا من على برا كيف كتلاحظوا معايا يعني يكون مشرمل مزيان من الداخل فغادي نشرمل لنا الكميه كامله وعاد نرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا بعد ما كنشرملها كتل كيف كتلاحظوا ها كيف كتلاحظوا معايا مشربين مزيان على حقهم وطريقهم غادي ناخد قريعات قريعات اللي ضروري يكونوا معقمين يا يعني اما تغلوهم مزيان هكا الطنجرة طنجره او بحالي انا كنديرهم هكا على الحراره اللي مرتفعه في في الغساله ديال الاواني كيتغسلوا مزيان ومن بعد كذلك كنزيدهم واحد الدقيقه ولا جوج في الميكرووند باش كيتعقموا كينشفوا لي مزيان صافي وكستفوا فيهم يوم هذوك الحبيبات هكا ديال الدنجال حاولوا انكم تقادوهم القياس بحال دابا هذه القريعات هكا كبارين فغادي ندير القياس ديال 4 ديال الدنيجيلات خمسة في كل قريعه ضروري كناخذ كن واحد المنيدل اولا واحد الطف ديال كلينكس كندير فيه شويه ديال الخل وكنمسح الفم ديال القرعه من على برا ومن على الداخل يعني الفم ديال القرعه ضروري خاصو يتعقم القرعه عندنا معقمين كيف ما قلت لكم معقمين وحتى الفم ديالهم هكا من بعد ما كنعمروهم كنعقموهم كنزيد لهم انا هنا شويه ديال زيت الزيتون هنا ماشي ضروري زيت الزيتون يغطيهم كاملين هنا كنزيد لهم غير زيت الزيتون باش كذلك حتى ملي نجبدوهم ونحطوهم في الطبيصلات كيكون معاهم داك الزويته ديالهم صافي وكنحكم الاغلاق ديال القريعات مزيان مزيان كذلك الغطايه تكون زوينه هكا وما تكونش مصديه وكتزيروهم مزيان مزيان غادي نخليهم جانبا عاد ندوز نحضر معكم الجزء الثاني ديال الدنجال كذلك كناخذ الدنجال الدنجال هنا غادي نشويه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروه هكا زعلوكه اولا كيديروا دنجال مع الفلفله ومطيشه هكايا مهم الطريقه اللي كتعجبكم في الدنجال وكتحتاجوا فيها الدنجال مشوي خصوصا خصوصا فاش كيجيو عندكم هكا ضياف على غفله كتكونوا مزروبين ما عندكمش الوقت تشهيتوا في شي حاجه هكا على السريع كيف كنقولوا فكتلقاوه واجد عندكم مشوي تشرملوه كيف ما بغيتو وتقدموه بالطريقه اللي بغيتو انا اليوم غادي نشوي في الاير فراير بالنسبه للناس ديال الانستغرام عارفيني راه يلا انا شريت الاير فراير تاع 10 كاملين كامل انا كننتظر انا شريتها ممكن تشويهم في الفران ممكن انكم تشويهم فوق البوطه الطريقه اللي كتفضلوها نتوما واللي كتعجبكم باش تشويو بها الدنجال ديالكم شويوه بالنسبه للاير فراير فقط هذه لي الاشاره اللي غادي يسولني عليها المارك كالور خديتها من عند عصام شوبين عصام المعروف والغني عن التعريف كيجيب كي هكا دي برودوي اللي زوينين ولا مارك اللي زوينه دائما شي حاجه اللي ما غاديش تندموا عليها دائما انا هنا قريت قريتها باش نعرف الطرق ديال الطياب فيها تشوي فيها وجربت فيها البنات في الانستغرام جربت فيها البوطيط وجربت فيها القطبان جربت فيها ليكيش جربت فيها هكا شويت فيها صراحه نفعتني بزاف وبغيت نشاركها كم حتى هنا في اليوتيوب هي حاجه وحده اللي فيها هي انكم منين تبغيو تخدموها تكون بعيده شويه على الحيط لانها كتنفس من الظهر ديالها فقط لا غير اما ما تبقى كامله زوينه واللي زوين فيها من الناس اللي عندهم لافيسيل فهي كتغسل في لافيسيل المجر ديالها بطبيعه الحال كيتغسل في لافيسيل كيولي من داكشي رفيع المهم انا غادي نشوي فيها دابا الدنجال وغادي نخلي الرابط انا منين شريتها الصفحه ديال الانستغرام الا بغيتو حتى نتوما تاخذوها اولا تكومونديوها اللي عجبكم فمهم انا غادي نشوي فيها الدنجال كيف ما ونرجع معكم باش صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كيتشوا كيدخلوا الطياب مزيان صراحه الافراد كتسهل اه كيتشوا هكا يعني من بالنسبه للناس اللي ما كيبغيووش يشوفوا فوق البوطه وكيبغيو يشوف الفران فصراحه هذه يعني شواتو في واحد الوقت اللي قل بكثير من الشوا ديال الفران ما الوقت نهائيا وجا طايب وجا يعني مزيان هكا طايب يعني هاري كيف الا بغينا نقولوا صافي لهنا غادي نحيدو وغادي ناخذ نخليه برد واحد شويه ونقشرو بطريقه عاديه نتوما كيف كتلاحظوا معايا كيجي كي طايب ما شاء الله والناس اللي بغاو يشوفوا فوق البوطه كيعجبهم ديك النكهه ديال الشوا ولا ديك ال... ديك الفيمي هكايا من فوق البوطه فراه ممكن بطبيعه الحال المهم انا غادي نقشرهم كاملين ان شاء الله ونطير لهم هذاك الراس ونرجعوا باش نشوفوا طريقه الاحتفاظ عفوا فهنايا غادي ناخذهم وغادي نديرهم حتى هما في القريعات غير هادو غادي نديرهم هنا في قريعات لي هما صغيور القريعه غادي تهز ليا قياس تقريبا ديال ثلاثه ديال الدنيجيلات فراه غادي يكونوا كافيين هكا الا بغيت نصايب شي زعلوكه اولا صايب شي مقبله هكا سواء بارده او لا دافيه صافي انا غادي نعمرهم في قريعات القريعه دائما كيف كنقول لكم يكونوا معقمين وغادي ناخذ دائما واحد القطعه ديال الثوب اولا كلينيكس وغادي نديرها مزيان هكا في الخل غادي نعقم الفم ديال القراعي من على برا ومن الداخل وهنا غادي نزيد ليهم شويه ديال الملحه ضروري بالنسبه للدنجال المشرمل اللي فيه الملحه فيه التوابل ديالو فمحتاجش احتاجيتش نزيد ليه الملحه وهادو رانا نزلت ليهم شويه ديال الملحه كامل الفوق الملحه منها كتبنن ومنها حتى راه كتلعب الدور ديال الماده الحافظه كيف كتعرفوا انا زدت ليهم هنا كذلك شويه ديال زيت الزيتون هنا بما ان القريعات تيكونوا عامرين مزيان البنات كيف شفتوا راهم مدكسين فراه ما تحتاجش منكم كميه ديال زيت الزيتون اللي هي كثيره واحد الكاس ديال الزيت راه غادي عم... انا كفاني بالنسبه لهاد القريعات هادو كاملين صافي كنحاول هكايا نضغطهم او عفوا نضربهم واحد شويه هكا مع سطح العمل باش كيخرجوا منهم هكا الا كاين شي فقاعات في الجوانب ودائما نغطيهم ونسدهم ونحكم الاغلاق ديال الغلاقه دائما الغلاقات حتى هما هم كيكونوا مغسولين ومعقمين بالمطايب كيف كتعرفوا وما يكونوش مصدين بغيتو ديروا واحد القطعه ديال البلاستيك الغذائي ممكن بالنسبه للطريقه ديال التعقيم حنا بما ان الدنجان سواء المخل المشرمل عفوا اولا هذا المشوي فهم تقريبا راهم طايبين يعني ما غاديش نحتاجوا اننا نطيبوهم غادي نحتاجوا اننا فقط نحكموا الاغلاق ديال القريعات ديالنا اولا نصبروهم باش كيتجمع فيهم داك الضغط لداخل وما كي ما, كي... ما كيغملوش لينا عفوا شنو كندير كنديرهم هكا فواحد الطنجره كنغطي عليهم الماء الناس بالثلثين ماشي مشكل وكتخليهم حتى كيبداو كيغلاو بهذا الشكل هذا من بعد كديروا واحد النار اللي كتكون ما بين متوسطه والمهيله ما كتكونش مهيله بزاف وكتحسبوا لهم واحد 20 دقيقه 20 دقيقه كتكون كافيه لهاد القريعات هادو كتطفيو عليهم كتخليهم واحد 10 ديال الدقائق اخرين في الماء عاد كتزولوهم وتخليهم يبردوا على خاطرهم هنا كذلك الفلفله الفلفله كذلك من من الحويجات اللي كنحتاجهم هكا بزاف في المقبلات في المرافقات السلطات البارده والدافئه فكذلك غادي نشويوها وغادي نحتفظوا بها وهذا الشيء راه يصبر لكم مده هي طويله حتى لسنه ما تخافوش منهم كيبقى لكم خصوصا الوقيته اللي كتكون فيها الفلفله كتكون هكا فيها الفلفله الثمن ديالها رخيص فوجدوها وحطوها عندكم تلقاوها في الوقت اللي كيف ما في, في الوقت اللي تحتاجوها صافي هنايا شنو درت ليها حتى هي فانا خديتها وشويتها غير هي في كانت كتشويوهاش بزاف حتى كتحرق فانا كذلك درتها هنايا في الاير فراير اولا ديروها في الفران غير ما تخليوهاش تاخذ اللون اللي هو بزاف باش كتبقى قابطه في راسها هكا واحد شويه نتوما كيف كتشوفوا وفي نفس الوقت كيبقى اللون ديالها زوين ومبهج نفس الطريقه كناخذ قريعات اللي كيكونوا معقمين معقمين راكم عارفين كتغليوهم في المطايب و... وتقلبوهم على فمهم اولا كيف ما قلت لكم انا درتهم بالنسبه للناس اللي عندهم لافيسيل فاخذ ناخذ فلفله من بعد ما قشرتها وحيت ليها الزريعه كيف شفتوا قسمتها غير على جوج انا درت الفلفله الطويله ممكن ديروا الفلفله الوان اللي كتكون هكا الفلفله الروميه كذلك ممكن كزيد معهم انا هكا واحد دريز ديال الثومه دريز ديال الثومه عندكم الثومه الملحه السكر الخل زيت الزيتون هادو كلهم مواد حافظه هكا اللي درتوهم مع المصبرات ديالكم فراهم كيصبروا لكم مده اللي هي طويله فصافي هنايا كنعمرهم كيف ما قلت لكم كندير معاهم دريز ديال الثومه وغادي ندوز ان شاء الله غادي نزيد ليهم كيف ما قلت لكم واحد الرشيشه هكا ديال الملحه وغادي نزيد عليهم كذلك شويه ديال زيت الزيتون هاد زيت الزيتون انا اللي, اللي كنضيف ليهم راه منها كي كيف ما قلت لكم كيلعب الدور ديال الماده الحافظه ومنها كذلك حتى هاد الزويته هادي من بعد فاش نبغي نصايب بهم سواء كيف ما قلت شلاضه بارده او لا دافيه او لا تكتوكه او لا زعلوك فهاديك الزيت هاديك النيت هي اللي غادي نخدم بها كتكون النكهه كامله كاينه فيها بالنسبه للفلفله انا هنا واخا عمرت القريعات ولكن الفلفله ماشي بحال الدنجال بقى هكا شويه ديال الفراغات كنحاول نحيد انا دوك دوك شويه ديال الفراغات اللي كاينين داك الهواء اللي مجموع هكا في ديال القريعات من الافضل بطبيعه الحال كل ما زولتوا الفراغات هكا من القراعي كيبقى من الافضل باش كيصبر كي لكم مده اللي هي طويله كيف ما قلت لكم شوفوا معايا فدوك الفقاعات ديال الهواء هكا كيطلعوا كي وداك الزيت كتهبط هكا مع الجناب وتبقى لنا الفلفله الشكل ديالها والمذاق ديالها زوين بطبيعه الحال فغادي نحكم الاغلاق ديالهم دائما كنعقم الجناب ديال القرعه بشويه ديال الخل وكنحكم الاغلاق ديال القريعات ونفس الطريقه اللي درنا للدنجال غادي ندير الفلفله غادي نديرهم كذلك في طنجره ندير لهم شويه ديال الماء غادي نسد عليهم تبدا الطنجره ديالنا بالغليان غادي نحسب ليها 15 حتى ل 20 دقيقه ونطفي عليها نخليهم واحد شويه هكا في ديك الطنجره وعاد من بعد نزولهم ونخليهم يبردوا وها هما كيكونوا تحكم الاغلاق ديالهم تجمع فيهم الضغط ويصبروا لكم مده كيف ما قلت لكم اللي هي طويله تبقى حتى لسنه الوقيته اللي كنتو مزروبين جاكم ضياف الغفله تشهيتو شي حاجه هكا فيكم لي شوي ما فيكم لي يرون كتلقاوها واجده مشويه محطوطه ناضيه عندنا خيزو كذلك خيزو كذلك من الخضر اللي كنبغيوهم بزاف السلطات سواء باردين او لا دافيين فغادي نحضروه كذلك غادي ناخذ كميه ديال الجزر اللي غادي نأخدها نقشرها نقيها نحيد القلب اقطعوها بالطريقه اللي بغيتو تقطعوها دوائر وتقطعوها, وتقطعوها مربعات بغيتو تخليو الحبات اللي هما هكا طويلين وصاينين اللي بغيتو الطريقه اللي بغيتو تصبروا بها خيزو ديالكم ديروها بالنسبه لي انا اليوم انا درت قطعتهم بهذا الشكل هذا سواء هكا بغيت نشرملهم ونرفق بهم مثلا الاطباق ديال الشواء ديال اللحم اولا ديال الشلاضه ديال الدجاج بهذا الشكل هذا راه كيكونوا بغيت مثلا نديرهم هكايا مشرملين زعلوكا ولا شي حاجه فغادي ناخذهم وغادي نقطعهم عاوتاني طريفات صغار <سؤال> <سؤال> كنزيد ليهم كذلك كان هنا شويه ديال الملحه كنعمر عليهم هنا الماء الماء عادي من الصنبور صافي وكنخبطهم هكا واحد شويه باش كيخرجوا منهم هذوك الفقاعات ديال الهواء ودائما نمسح الفم ديال القريعات نعقمهم بشويه ديال الخل نحكم الاغلاق ديالهم وعاد باش ندوز نصبرهم هنا الخيزو غادي نديروه هو هو, هو اللوبيا الخضراء اللوبيا الخضراء راه سبق لي وشاركت معكم الطريقه ديال التصبير ديالها اللوبيا الخضراء عندنا اللوبيا الخضراء خيزو هكا الدنجال والفلفله وداكشي اللي كنحتاجوهم كيبغيو ياخذوا الوقت هكا في السليق اولا في الطياب هادو غادي نصبرهم معكم وكيف ما قلت لكم حتى اكثر من سنه بالنسبه للوبيا انا اللوبيا لان هاد الوقيته راه غاليه فخديت غير واحد نص كيلو غير باش هكا نزيد نشاركو معكم البنات اللي ما شافوش الفيديو السابق بالنسبه للوبيا انا دائما كندير معاها واحد طريف ديال الحامض باش كيحافظ على داك اللون ديالها وكيبقى اللون ديالها خضر وزوين كذلك كنستفها هكا في القريعات كاملين دائما كنزيد لهم واحد رشيشه ديال الملحه غير حاولوا المصبرات ما تكتروش فيهم الملحه حيت الملحه في المصبرات كتشد بزاف كتشد يعني كيشربوا داك الملحه وفايته وقعت لي داكشي باش كنقولها لكم غير واحد رشيشه ديال الملحه وخصوصا هكا قريعات راه ماشي كبار رشيشه ديال الملحه صافي وكتتعمر عليهم الماء حتى كيتغطاو وكتسدوهم كتحكموا الاغلاق ديالهم طبيعة الحال كتسدوهم إن شاء الله لمرحله التصبير خيزو واللوبيا الخضراء فطريقة ديال التصوير ديالهم بجوجهم نفس الطريقه ونفس مده ديال الطهي داكشي باش انا جمعتهم بجوج فكنديرهم انا في طنجره الضغط من الافضل بالنسبه للوبيا وبالنسبه للخيزو الا بغيتو عندكم طنجره الضغط فكتبقى من الاحسن دائما كديروا داك التويب من التحت باش ما كيبقاوش يقرقبوا مع القاعده ديال الطنجره كتعمروا عليها من نص ديال الماء اولا ثلثين ديال الماء كتحكموا الاغلاق ديال الطنجره ديالكم كديروا الصفاره كديروها فوق النار من الاول مرتفعه حتى كيتجمع فيها الضغط كتبدا الكوكوت ديالكم تصفر صافي كتنقصوا النار كديروها متوسطه وكتحسبوا لهم نصف ساعه كنتو غادي ديروهم في طنجره عاديه اولا في البرمه فمن بعد ما كتغلى لكم كديروا نار متوسطه كتحسبوا لهم 45 حتى ل دقيقه يعني بالنسبه لخيزو واللوبيا الخضراء صافي وكتخرجوهم وكتخليهم يبردوا هذا هو الشكل ديالهم كيف شفتوا معايا الفلفله كيف كتبقى من اروع ما يكون كذلك لهنايا اللوبيا الخضراء وهذا الدنجال شوفوا معايا كيفاش كيبقى الدنجال هنا راه صافي كتجبدوه طايب مشوي راه ديروا به اللي بغيتو خيزو كذلك أنا سواء كنتو غادي تسوطيوه ديروه ك يعني هكا دافي اولا ديروه في سلطه اللي هي بارده كتلقاوه واجد مسلوق ما ياخدش منكم الوقت نهائيا كذلك الدنجال ديالنا هكا مشرمل جبدوا الدنيجيلات ديروهم في الطبيس وتحطوهم كطبق مرافق بالنسبه للمصبرات الاخرى راه سبق لي وشاركتهم معكم مثلا الخرشف كذلك الجلبان الخضراء ديال الوقيته ديالها الا بغيتوها ورخيصة الفول كذلك الناس اللي كيجيبهم الفول مشرمل توجدوه كذلك هكا دابا هذا السفرجل يبقى لي هكا زوين رافقوا مع طويجنات ديال اللحم مهم هادو كاملين راني تسبق لي وشاركتهم معكم في القناه غادي نخليكم ان شاء الله الروابط في صندوق الوصف الغوتو تشوفوهم ونتمنى فعلا الاقتراح ديال اليوم الاعجاب ديالكم كيف ديما ما تنساونيش فقط من لايكاتكم للتشجيع شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه